أمانة جامدة جدا في رقبتنا. فمين الحاكم العدل المسلم اللي هيدي حقوق المسيحيين على أكمل وجه زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام وثق عليهم؟ دول أمانة عندك. أهل الذمة دول اللي هم في ذمتنا في رقبتنا، أهل ذمتنا يعني أهل في الذمة. سيدات فضلوات بيرشحوا نفسهم لرئاسة الجمهورية، بتشوفي ده مقبول بالنسبة لك؟ والله لو تقدر، أصل دي ده مسؤولية رهيبة، مسؤولية رهيبة، لو تقدر عليها يلا. أنا عايزة عدل، مرأة، رجل، شيخ، مؤمن، عايزة عدل، عدل، عدل بمعنى كلمة عدل. مسيحي؟ مسيحي في دولة إسلامية هتبقى غريبة شوية، يعني هتبقى غريبة شوية، لأنه هي برضو المسألة مسألة إنه الدولة دولة إسلامية، فاهم ازاي؟ فلا يصلح انه ينفع انه مسيحي، ولا يصلح ليه انا مش عارفة، يعني عمري ما سألت نفسي هذا السؤال. ولكن انا اعتقد انه لو كانت اسلامية برئيس مسلم هعرف احافظ على المسيحيين اكتر.